المهاجم اللي بيتعرض او بيلاحقه سوء توفيق، ايه اللي ممكن يعني بيتم التعامل معاه ازاي؟ وضحكت ليه؟ يعني يعني المهاجم اللي هو بيبعد شويه عن التهديف حلين. اول حل لازم يبعد عن المباراه شويه، لانه طول ما هو انت بتديله وتديله وتديله بيبقى خلاص انت بتعمل عليه ضغط، فلازم يبعد. جلسات نفسيه، يعني افتكر وانا في المنيا كنت فتره جالي كده قبل ما تنتقل للاهلي 97، فحد من عندنا من النادي يعني جابني وراح جاب لي الاجوان اللي انا جبتها قبل كده، وقعد يوريها لي كده يفرجها لي، انت جبت جون في الحته دي، عملت كذا عملت كذا. الحاجات دي كانت فرقت معايا نفسيا، يعني بديت ان انا يعني امشي في الدوري بقى شويه. يعني تعرضت انت للي بيتعرض له النهارده؟ خلينا نقول يعني مروان محسن ده الطبيعي، تعرضت له كابتن علاء؟ طبيعي، اي مهاجم في العالم بيحصل له دروب احيانا. لكن احنا مشكلتنا ان احنا اقتناعنا كجهاز مثلا يفضل يديله يعني يلعب يلعب يلعب، فدايما بيبقى خلاص هو بعيد عن التهديف. فلو بعد فتره ماتش ماتشين وياخد، اعتقد الدنيا بتتغير. هي وجهات نظر فعلا، هي بتختلف من مدير فني لمدير فني، خاصه في مركز الهداف بشكل في مدرسه تقول لك لا انا لازم اقف جنبه واديله، وده عمل جوزيه مثلا مع فلافيو في فترات طويله جدا، دي مدرسه. وفي مدرسه ثانيه بتقول لا، يعني اشيله شويه من الضغوط ويمكن ازوده شويه من النواحي النفسيه النواحي المعنويه من خلال التدريب، ازود شويه في الحاجات اللي ناقصه وابدا ادخله تاني. فدي مدرسه مختلفه عن دي. فخلينا نكمل معاك، بس قبل ما نكمل عايزين نشوف عندك إجابات. سؤال تاني في افريقيا؟ نعم، عندك اسئله تانية في الاهلي ومجموعته؟ وعشان نتكلم عن نتوجه السؤال بتاع الدوري. لا احنا خلاص ان شاء الله لازم نكسب ان شاء الله باذن الله. يعني دي مباراه مهمه أكيد. وباذن الله النادي الاهلي يعني طيب. ان شاء الله يكسب المباراه اللي جايه.